بدعوكم للترحيب بضيفي الكريم في الجزء الثاني من حلقة اليوم، الأستاذ محمد العربي زيتوت. أهلا وسهلا بك ومنور مع معتز. مرحبا بك ومشاهدك الكرام. خلونا في البداية نستعرض أو نشوف سويا هذا الانفو البسيط عن ضيفي الكريم. محمد العربي زيتوت ناشط سياسي وحقوقي ودبلوماسي جزائري سابق، هو من مواليد مدينة الأغواط في عام 1963، تخرج في قسم الدبلوماسية بالمدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر وذلك في عام 1986، درس مرحلة الماجستير في العلاقات الدولية في جامعة الجزائر، التحق بالإدارة العامة للشؤون العربية بوزارة الخارجية وذلك في نهاية عام 1986، عين بالسفارة الجزائرية بطرابلس الليبية وذلك في عام 1991، استقال من منصبه الدبلوماسي في سنة 1995 وذلك احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان بعد الانقلاب العسكري في عام 1992، ينشط في إطار أمانة حركة رشاد الجزائرية التي شارك في تأسيسها من أجل تغيير النظام تغييرا جذريا بطرق سلمية، هو مناضل في المجال الحقوقي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي. أنتم عصابات تنهب البلاد، خربت البلاد، خربت العقول، خربت النفوس. أبرز تأييده المطلق للثورات العربية واعتبرها حدثا تاريخيا لا مفر منه، تعرض إلى هجومات عنيفة بسبب انتقاده لنظم الحكم الدكتاتورية.